والآن يتجدد موعدنا الأسبوعي مع دانيا رشيد وشباك الصحة. أهلا دانيا، اليوم تحدثنا عن الأكلات التي تجلب السعادة. مساء الخير رانيا، ومساء مساء الخير النور. لجميع المشاهدين. إن شاء الله أنت ما تكوني من الأشخاص اللي بيعانوا كثير من التوتر. خلينا نشوف الساعة. طيب، بتاكلي كثير لما تكوني متوترة؟ كيف؟ بتاكلي كثير وقت بتكوني متوترة؟ لا. نية عليك رح أقول لك، لأنه أنا من الأشخاص اللي بياكلوا كثير وقت يكونوا متوترين، وفي كثير أشخاص بيقبلوا على الطعام بطريقة كبيرة لما بيحسوا بالتوتر أو الستريس وما إلى ذلك. رح نقول لهم لهدول الأشخاص إنه يختاروا المأكولات بعناية، لأنه في بعض المأكولات بتخفف من الاكتئاب وبترفع مستوى السعادة. هذا الشيء علمي ومثبت. ليش؟ لأنه بدنا نفهم كيف الدماغ والحالة المزاجية بيرتبطوا ببعض، وكيف الدماغ ممكن يستخدم بعض النواقل العصبية كإشارات اتصال للتواصل مع باقي أجزاء الجسم. ننتقل للأكلة الأولى اللي هي الطماطم أو البندورة. طبعاً ما بعرف إذا بتحبيها أو لا. لنحبها برشا. بنصح لكل الأشخاص اللي بيحسوا بالاكتئاب إنه مجرد ما حسوا بالسترس أو الاكتئاب يتناولوا هذه الفاكهة التي ترسم الابتسامة بشكل سريع جداً. ليش؟ لأنه الفواكه، فاكهة البندورة عفواً، هي غنية جداً بمضادات الأكسدة، بس مو هذا اللي بيهم بقدر ما هي غنية بفيتامين B6 والمغنيسيوم، اللي اثنيناتهم بيعملوا سوا للحد من الناقلات العصبية اللي بتسبب الاكتئاب. فإذا البندورة كتير جيدة، وطبعاً هي منها غنية بالسعرات الحرارية، فقيرة بالسعرات الحرارية، فحتى ما بترفع الوزن. بننتقل للأكلة يلي بعدها، هي أكيد بتحبيها رانيا، أكيد لأنه حاجة أكيدة. الشوكولا ما في حدا ما بيحبها، بالذات الجنس اللطيف، وأنا كثير بحبها. طبعا بننصح بالشوكولات الداكنة اللي بتكون نسبة الكاكاو فيها أكثر من 70%. هي الصورة علق عليها إبراهيم وقال لي هي ميلكي تشوكلت، فيها هي منها داكنة، قلت له أنا حبيتها معي خبير حطها. إبراهيم في الحاجات هذيا. تماما. فبننصح بتناول الشوكولا. الشوكولا ليش؟ مو لأنه بس غنية بالمغنيزيوم، هي بالإضافة للمغنيزيوم تحفز إنتاج الأندروفين. الأندروفين معروف أنه بيرفع مستوى السعادة في الجسم، ومثل ما حكينا لازم يكون نسبة الكاكاو فيها كل ما عليت أفضل، ف70 وأكثر بيكون أفضل، وتناولها باعتدال ما بيسبب زيادة هذه هي بالوزن. اللي أنا نحب نسأل، قديش مسموح لنا ناكلوا شوكولاتكنا؟ هلا خليني اقول ماني كثير دقيقه قديش الانتيك او اللي حسب فيكي انت تقريب. تاخذيه باليوم. انا كثير باكل شوكولا، فسالتي الشخص الخاطئ يعني، لكن اكيد قطعه شوكولا او قطعتين اذا الواحد مزاجه ما منيح بتكون كثير منيح، وكمان بتنشط الشوكولا اصلا، فهي مفيده جدا. جميل. وينصح بكميات معتدله باليوم اكيد، يعني بالذات للي مزاجه سيء. ننتقل للأكلة يلي بعدها وهي السردين. السردين مصدر يا رانيا كتير مهم لأوميغا 3. أوميغا 3 كتير مفيد للجسم، خصوصا لصحة الدماغ، فهو يرفع من رفاهية الجسم، يساعد على تحسين النوم، ويحسن من الذاكرة، وهذا كله بينعكس على المزاج. إذن ينصح بتناول أو باستهلاك السردين باعتدال، لأنه مفيد جدا مثل ما حكينا لغناء. كم من مرة أسبوعيا حسب التقريب؟ هلا هو باعتدال مرة واحدة في الأسبوع، يعني ولا ما مرتين ثلاثة مقياس بالأسبوع يعني. بيكون طبعا بيختلف من شخص لآخر، وإذا بيكون عم بياخذ خلينا نقول مصادر، عم بيتناول مصادر أخرى من أوميغا 3 أو لا، ولكن يعني مرتين ثلاثة باليوم بالأسبوع بيكون جيد. يعني جيد جيد. ننتقل للأكلة يلي بعدها اللي هي الأفوكادو. ما بتحبيها الأفوكادو؟ نتالي يمكن بتحبها، دائما بتجيب مع افوكادو. الافوكادو كثير مفيد لصحه الجسم. ليش؟ لانه بيحتوي على التيروزين، وهذا سعرات حراريه عاليه برشا حسب ما في بالي. هلا اذا تاكل غني بالسعرات الحراريه، ولكن اذا تاكل باعتدال فما راح وعنده ميزه انه بيخلي الانسان يحس بالشبع لمده طويله، فلذلك يوصف اصلا بالحميات الغذائيه، لانه مفيد جدا، غني جدا بماده اسمها التيروزين. وغير هيك انه جدا الافوكادو مفيد. ليش؟ لانه كدواء يعني يحسن من مستويات السكر في الدم، يحسن من يخفض من او يجنب الجسم من الاصابه بارتفاع في ضغط الدم، وايضا ينظم مستويات الكوليسترول في الدم، فينصح باخذ الافوكادو عند التوتر والحاله المزاجيه السيئه. ننتقل الأكلة اللي بعدها أو نوع الخضار اللي بعده اللي هو الهليون. طبعا كل خبراء التغذية اجتمعوا على أنه الهليون مفيد جدا لتحسين الحالة المزاجية، وذلك لغناه بمجموعة
كبيرة وواسعة جدا من الأحماض الأمينية. بصراحة النوع بتاع هو يصنف من الخضروات، ولكن بصراحة ما مش معروف عنا برشا في دول المغرب العربي، خلينا نقول. يعني ربما، وحتى الدراسات بخصوصه بعالمنا العربي إجمالا لساتها قليلة جدا، قليلة جدا. بالغرب الدراسات أكثر، فقط ينمو يعني بحاجة للمزيد من الاطلاع والبحث عنا، لأنه صار في حتى بالإنترنت في كتير دراسات عن هذا الشيء. ننتقل للأكلة، أو خلينا نقول معلومة بعدها، في مجموعة من الأحماض الأمينية بدنا نتعرف عليها، هي اللي بتساعد على مكافحة الاكتئاب، هي موجودة بكثرة في السبانخ والبقدونس والبيض. إذا بدنا بتفاصيل أكثر، الدوبامين هو من مجموعة الأحماض الأمينية المفيدة جدا لجسم الإنسان التي تساعد على مكافحة الاكتئاب، موجودة بكثرة في الشوكولا، موجودة أيضا في الأفوكادو والبذور النباتية. النور إبينفرين موجود كثير بالسمك، بالموز وبالأجبان، والسيروتونين أيضا مفيد جدا وموجود بالبذور النباتية والحبوب الكاملة وغيرها. كما في دراسة أمريكية تمت على 277 رجل وامرأة، وشافوا أنه أذواق النساء والرجال تختلف عند الشعور بالتوتر، فشافوا النساء مثلا بتميل لأكل الحلو، شوكولاتة، كيك وما إلى ذلك، الرجال لا، بتفضل أنه تأكل صحن شوربة مع قطعة لحمة وغيرها من الأمور. رح ننتقل للسلايد الأخير، أنه في أطعمة كتير ترتبط بالذكريات الجميلة، فإذا أنت بتحبي بجوز نوع غذاء معين لأنه بيذكرك بسفرة معينة، بلقاء معين وغيرها من الأمور، ممكن الجاتو تبع البيرثدي أو تبع أعياد الميلاد بيذكرك بطفولتك فبتشتهيها لما تكوني مزعوجة وغيرها من الأمور. شكرا لك دانيا رشيد على كل هذه المعلومات القيمة، خصوصا على الشوكولا. شكرا رانيا، وشكرا للجميع. شكرا.